صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أخذ جزءا من شعره في العمرة ولم يقص كل الشعر هل يعتبر محرم؟ وما حكم فعله إن كان جاهلا أو عالما بالحكم؟ إن كان العهد قريبا فإنه يعيد ملابس الإحرام ويكمل القص على من جميع رأسه ولا شيء عليه. أما إذا كان العهد بعيد لعله يجزي ما قص، لأن بعض العلماء يرى أنه يكفي بعض الرأس.